اتحاد عندنا ثلاث ركائز نركز عليها. اولا احنا نلهم الجيل، لما نقول نلهم الجيل نلهم بالتقنيه، بالجيمينج، بالاي اي، كل شيء متقدم، لان قبل لا تعلم احد لازم تلهمه. اثنين، نمكن المعسكرات اللي تشوفونها كان لها قصه وراح اعرج عليها ان شاء الله لاحقا، اللي هي المعسكرات حقتنا تمكنهم من سوق العمل واحتياج سوق العمل. واخر شيء الاستدامه، اذا تدرب احد اذا طلع اما ياسس شركته او انه يحصل على وظيفه. طويق انا ما انساها، كانت في نهايه 2018 في ديسمبر، كنت انا واخوي فيصل خميسي والفريق نتكلم انه سوق العمل في مشكله. وش في سوق العمل؟ يحتاج ناس عندهم مهارات عمليه اكثر من اللي يدرسونها في الجامعات. ففي فجوه بين احتياج سوق العمل وبين مخرجات التعليم. فبحثنا على الانترنت واكتشفنا انه في معسكرات يسمونها البوت كام في امريكا. هذه البوت كام وش فكرتها؟ انها تاخذ طالب خريج الجامعه او خريج ثانويه، تركز عليه انه تعطيه شيء عملي لمده 4 شهور، وبعد 4 شهور يتوظف في شركات تقنيه. وما اذكر انه كنت انا وفيصل نتناقش، فجاني فيصل قال تدري انه 50% من اللي يتوظفون في الشركات التقنيه في امريكا كلهم خريجين معسكرات؟ كان الموضوع بسيط، نبدا التجربه، نبدا معسكر. لما نروح الجهات ولا نزور احد يقابلنا احد يقول انا خريج معسكر طويق 2019 2020 2021، قصص جميله هذه. ليش؟ لان كل خريج من خريجين طويق هو يؤثر على 5 من حواليه. قصه سريعه ودائما اذكرها لان قصه جميله، احد البنات اللي خريجات معسكر من احد القرى جنب الرياض جت الاكاديميه، حصلت على الوظيفة، جابت أخذت الشقة، جابت أخوانها، أخوانها بدوا يشتغلون في شركات ثانية، أثرت على العائلة كلها وخلقت وظائف لعائلتها بسبب حصولها على وظيفة بعد تخرج أكاديمية طويق. هذا اللي يخلينا صراحة نتحمس كثير. نجي عاد الخريجين، خريجين الليلة، الليلة هي ليلتكم، مبروك. وبس عندي كلمة بسيطة لكم، هي مجرد بداية. التخرج بداية، أيا كان الكورس اللي طلعت منه أو المعسكر اللي طلعت منه. البداية هي أنك أخذت مهارات تحتاجها سوق العمل، لكن الأهم أنك أخذت مهارات أنك تتعلم شيء جديد. دائما نحرص في طويق أن نوصي الناس ترى هذه مجرد بداية، واللي عليك أنك ما توقف، لأن التقنية راح تتغير. أنا دائما أقولها، في المستقبل بالطيارات تبطير بدون طيار، بالمستقبل بنشوف سيارات بدون سواقين، في المستقبل ما راح نشتغل 5 ساعات، راح نشتغل 4 ساعات، سوري 5 أيام، راح نشتغل 4 أيام في الأسبوع. ليش؟ لأنه في أشياء كثيرة في حياتنا الذكاء الاصطناعي راح يستبدلها، أشياء كثيرة حولك راح تتغير بسبب الذكاء الاصطناعي. فمهم جدا إنك ما توقف تعلم، مهم جدا إن تعرف إن هذه مرحلة في حياتك لازم تكمل، مهم جدا إنك تكون دائما على الطلع. أنا أنبهر لما أشوف خريج معسكر طويق وخلال 2 سنين صار مدير قسم ومدير قطاع ومدير مبرمجين، ودائما أسأل السؤال ليش صرت مدير؟ باختصار دائما يقول أبو سارة إحنا نبحث ونشتغل ونكمل، ما نعتمد فقط حتى على الشركة أو الجهة اللي وظفتنا، لا نكمل نسوي شيء عظيم، أحاول أتعلم لغة جديدة، أحاول إني ما أوقف بناء مهاراتي. لأنه كل ما تحولت إلى إداري أكثر من تقني، التقنية بتتغير، كل سنة نشوف أشياء كثيرة، كل سنة نشوف جوال جديد، كل سنة نشوف سيارة جديدة. فمهم إنك ما توقف، واصل، تعلم، ركز، ركز على مسار معين. سالفة إنك تأخذ من كل قطاع أو كل مجال شيء بسيط بتصير بالنهاية عارف أشياء كثيرة بس ما تعلمت شيء مهم. ركز إنك تركز على مجال واحد، على هدف واحد. وأنا متحمس إن شاء الله أن نشوفكم في أعلى المناصب إن شاء الله، وكل التوفيق لخريجين هالليلة، وألف ألف ألف مبروك يا طويقر.